شاركت وزارة الداخلية الأطفال الأيتام الاحتفال بيوم اليتيم من خلال تنظيم زيارات لهم بالمواقع الشرطية وتوجيه مأموريات إلى دور رعاية الأيتام وتوزيع هدايا على نزلاء هذا الدور. جاء ذلك من منطقة المسؤولية من منطلق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية وحرصها على دعم الأطفال الأيتام. من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية تحرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأطفال الأيتام. في هذا الإطار قامت الوزارة بمشاركتهم الاحتفال بيوم اليتيم الذي يوافق الجمعة الأولى من أبريل من كل عام. أنا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود وحظ الحلوة كن بينكم ولي وجود. إقامة المدينة المرورية للأطفال أحد مظاهر احتفال وزارة الداخلية بالأيتام، حيث استقبلت عدداً من الأطفال الأيتام وتم تعليمهم قواعد وإرشادات المرور من خلال هذه المدينة التي شهدت تفاعلاً بين هؤلاء الأطفال ورجال المرور. عندي أمل فيكم وبيكم نبني عزيمة وعمل. دور الكبير اللي بيقدموه وزارة الداخلية لجميع الطلبة، ودي مش أول لقاء ولا أول مرة، دايماً مهتمين بيهم لدرجة أن المدينة المرورية جاية لهم النهاردة في حفل ترفيهي لحد عندهم في المدرسة. تعلمت الإشارات المرور وركبت عربيات وعلموني إزاي أسوق، وكنت فرحانة جداً جيت حفلة، وأنا فعلاً اتبسطت جداً مع الضباط هنا عشان علموني إشارات المرور والسواقة. النهاردة كان يوم حلو قوي بجد، وأنا مبسوطة قوي. تحية بس. تنوعت احتفالات وزارة الداخلية بالأيتام، حيث تم استقبال أعداد منهم بالمواقع الشرطية المختلفة، بخاصة إدارات المرور والحماية المدنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتم الاحتفاء بهم وتوزيع هدايا عليهم. عندي أمل فيكم وبيكم نبني عزيمة وعمل، إيدك في إيدي حبنا تبقى جنة، مش بس غنوة ده نور جديد بدايته بينا. جينا شفنا الضباط وشفنا دور راجل الإطفاء وشفنا قد إيه إن دوره مهم، وعرفنا إزاي مثلا لو حد وقع في ورطة إزاي مثلا ننقذ نفسينا. إحنا بجد اتبسطنا وعرفنا إن إحنا نتصرف إزاي في أي حاجة حصلت، مثلا إن إحنا نعرف نتصرف أو نكلم المطافي، فبجد أحب أشكرهم على اليوم الجميل ده. واستمرارا لدعم وزارة الداخلية للأطفال الأيتام، نظمت الوزارة زيارات بهذه المناسبة لدور رعاية الأيتام على مستوى الجمهورية، شهدت توزيع هدايا متنوعة عليهم، وهي تأكيد على اهتمام الوزارة بهم وحرصها على رعايتهم طوال العام. أنا موجود، أنا وجودي طريق للخير في كل زمان. نشكر الضباط وجم النهاردة وزورونا وفرحانين قوي. كل مرة لما الضباط بيجوا بيبقى يوم حلو قوي، احنا بنفرح معاهم وبيبقى يوم حلو. على طول لما بيجوا كلنا بنفرح واليوم بيبقى حلو قوي. بيقدموا خدمات للأطفال، والحقيقة يعني بيسعدونا وبيسعدوا الأطفال عندنا في المؤسسة. وشهدت هذه الزيارات استحاب قوافل طبية للكشف على الأطفال نزلاء هذه الدور وتقديم رعاية طبية وصحية لائقة لهم، مع الحرص على صرف الأدوية اللازمة. احتفالات ودعم وزارة الداخلية للأطفال الأيتام متواصل على مدار العام، تأكيداً على معاني التضامن والتكافل، وتفعيلاً لدور الوزارة الإنساني في تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع وتيسير سبل الراحة والحياة الكريمة لهم.